وانت ما مريض ما والو حتى كل رمضان نحك لك السوداني يا خويا رمه امبورتي اخويا احنا مسلمين يمشي امن جباد العالم خصهم يحيدوا يدوبوا ما يعيش معنا صافي اخويا احنا مسلمين تنصومو ناس زادت وانا مدمر هذا الشيء اللي كاين اخويا ناس زادت في الارض احنا مقردين الا تفهم داك الهضره ديالي ديال انه ما خصوش يدير هكا قدام الناس حاجه زوينه ولكن الا بغى يهضر معايا بشي طريقه اللي هي خايبه نقدر نتصرف معاه بشي طريقه اللي هي خايبه طبيعه الحال ما نقولكش راني هو السوديسي ولا ولكن الحاجه اللي باينه خط احمر ما خصهاش دار ما خصهاش دار الاخوان راه كاين هادشي ديال الساطانيك والميطاليك والماسونيه راه حتى المغرب ولا فيه هادشي هذا تيبغيو يقلدوا الغرب هو خويا على حسب الحاله كان مريض راك تما بنامي مع دور كان يعني ما مريض ما كدا راه غادي تهضر معاه تقول له خويا راك تما هو دري فهمتي هادي راه لقطه ما خصهاش طرا خصوصا حنا في بلد اسلاميه ولكن لا طراش فهمتي تيقول لك ربي دا بتوليتهم فاستتيروا فهمتي صافي مريض كتفطر ولا عندك شي سبب باش تفطر فطر في داركم اما الا شكتات فطر راه خصك تعاقب فهمتي رده الفعل ديالي اخويا راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم شوف بنادم كيفطر في الزنقه راه مشكل اخويا هذا هو رمضان هذا هو الشهر اللي كيعطينا ربي يسمح لنا فيه الذنوب كاع اللي درنا في شحال هادي كيمسحوا منا في هذا الشهر هذا هو الشهر الكريم اللي كيغفر لنا الله الذنوب وما عاد تيزيدوا ذنوب على ذنوب اخويا بنادم اللي كيفطر في الزنقه راه نطلبوا له الهدايه من عند الله وهذا الشيء اللي كاين ما بغاش يمرق ولا كذا راه غادي تفاعل معاه تصدق عطيتي قتله مزيانه كيفطر في رمضان اخويا ولا فاطر في رمضان شنو خصو السلام ورحمه الله كيفطر في رمضان ولا مريض هذاك راه مسموح له هذاك ما تيتسماش فاطر هذاك مريض مسموح له مريض ولكن مسموح له شنو تيفطر هذاك شنو تيخصو العقاب العقاب حنايا في هذا الحي ديالنا الا خرجنا في شي واحد راه تنديروا له العصا كلشي شي حوايج ما تتخيلهمش اخويا انا الناس السودانيه نحكوها له شي حوايج ما تتخيلهمش نديروهم له هنا في هذا الحي عندنا ولاد الحومه مرجان سكنا حنايا اخويا حنا مسلمين احنا مسلمين وانت ما مريض ما والو حتى كل رمضان نحك لك السوداني يا خويا رمه امبورتي اخويا احنا مسلمين واللي مريض اخويا وتياك رمضان هذاك راه واجب عليه تيخرج الفطور ديالو اخويا لحظه في هذه الحومه اللي ساكنين فيها حنايا يقدر ياكل العصا انا ما نقيصوش ولكن نمشي نهضر معاه الا تفهم داك الهضره ديالي ديال انه ما خصوش يدير هكا قدام الناس حاجه زوينه ولكن الا بغى يهضر معايا بشي طريقه اللي هي خايبه نقدر نتصرف معاه بشي طريقه اللي هي خايبه طبيعه الحال فهمتي ولا لا باش يشوفوني ويعرفوني راه تنهضر فريره ماشي زعما فهمتي بالرجوله حيت الحاجه اللي ما نديرهاش انايا وتضر بالاسلام ديالنا ما نقولكش راني هو السوديسي ولا ولكن الحاجه اللي باينه خط احمر ما خصهاش دار ما خصهاش دار الاخوان راه ما نعرف اخويا راه ندير له شي لعبه مش شله شنو هو بنادم كيفطر في الزنقه راه صافي تقتلو هذاك وما تشعرش اخويا هذاك لقيتي بنادم كيفطر في الزنقه في رمضان ما غير لا كان عنده شي مرض هو عذر هانيه اما لا كان ايه هكا كيفطر اخويا راه بزاف راه الله لا خويا خصهم يحيدوا من هذه البلاد اخويا راه هما لا ما تيامنوش ياك قلتي خصهم يحيدوا من هذه الارض اخويا خصهم يديروا شي عزله فهمتي والله الا خصها تكون شي عزله بالله يمشي امن جباد العالم خصهم يحيدوا يدوبوا ما يعيش معنا صافي اخويا حنا مسلمين تنصوموا حنا مسلمين تنصوموا ياك وما يعيش معنا اللي ما تيامنش بهذا الشيء هذا ما يعيش معنا يمتقل معنا اخويا فهمتي والله الا بالله ما يمشيش معنا الاكسجين ماشي ما يعيش معنا حنا حتى الطاكسي كنا تنشوف طاكسي كبيره غير بربعه ولينا نشوف بسته موجود الثمن هو هو موجود اخويا شوف موجود ارض الله واسعه وعريضه هو شوف اخويا شوف هذا المطري يهضر معاهم على سمع هاد الشهر هذا اخويا ديال الشهر ديال رمضان راه زوين اخويا بالرجوله خص بنادم يحترم زوين بخير اللهم لك الحمد الصلاه والصيام هو سمح لي اخويا القضيه عاوتاني ديال الصلاه هو يا ربي تسمح لبنادم فهمتيني الصلاه فري علينا فرض وليني واخا بلا ما يعني راه كاين واحد القوم يعني واخا ما تيصليش فهمتي اخويا يعني راه تيعرف بينه وبين الله بزاف على هذاك اللي تيصلي والله الا تنهضر معاك كاين المنافقين هذوك بوحدو ما داكش ماشي سؤال هذا المنافقين بوحدو حنا كيدايرين في رمضان كيدايرين بخير اخويا الحمد لله تنجيب قريبا للوالده واخا مقرد ناض زادت وانا مدمر هذا الشيء اللي كاين اخويا ناض زادت في الارض حنا مقردين
ما كاين لا خدمه لا ردمه. الشباب راه دايره في الزنقه. شت خويا بشي تحياتي خويا واللي كان عندك سبب الا كان كنتي مريض كنتي مريض فطر ولكن ما تخليش بنادم يشوفك اذا بتوليتو مفستاتيرو اخويا اللي مريض راه هي هذيك اخويا دري صافي منو يعرف فطور في رمضان ما كيامنش بهذا رمضان اخويا اش نقول لك الله يعفو عليا اول حاجه والله يهديه ويهدينا اجمعين اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها اش نقول لك الله يعفو صافي راه كنشوفوا هادشي راه ولينا معايشين معاه راه تنشوفوا شي وحدين تيبغيو يديروا هادشي هذا اخويا دري تنحاولوا ننصحوهم راه كاين هادشي ديال الساطانيك والميطاليك والماسونيين راه حتى المغرب ولا فيه هادشي هذا تيبغيو يقلدوا الغرب اللي هما ما غاديش الغرب يقلدونا حنايا وعمرها ما غاتكون فهمتي وشكرا الخوات دريو خويا حيت هذا هو الشهير هذا هو الشهير اللي ربي اللي كيغفر لنا فيه الذنوب واش بنادم غادي ياكل انت صايب وبنادم تشاحطو راه كتشوف اخويا راه بحال اللي حنا كفار في هاد القطاع هذا شوف بنادم راه دايز يشوف بنادم كيفطر صافي يقول لك هذاك راه صافي هذا ماشي مابقاش بلاد المسلمين ولات بلاد الكفار هذه دابا بنادم كيفطر في شهر رمضان اخويا طلبوا الناس الهدايه من عند الله هذا الشيء ما كان هادوك اللي تيفطروا علانيين اللي يهديهم واللي يغفر لهم واللي يردهم طريق الله هذا ما نقول لهم هذاك الشيء راه ما مسموحش به وبصراحه بصراحه اخويا هذا الصيام هذا اقسم بالله في المنافع كثيره لينا بعدا تنهضر على راسي انا تنكمي انا دابا تنحاول نقص الدخان وباخر عايش اليز مع والديا ما كاين لا مشاكل لا والو والاخوة الصيام هذا بنادم يمشي يبقى ياكل رمضان لا يغفر له ولا يسمح له امين اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة